أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم والبداية من العناوين. طهران تنقل المواجهة مع المحتجين إلى كردستان، صواريخ ومسيرات تلاحق الأحزاب الكردية، والعراق يستدعي السفيرة الإيرانية. تظاهرات ترهق قوات الأمن الإيرانية، الشرطة تنتشر في ساحات طهران وتتوعد بالتصدي للمحتجين بكل قوتها. تحت نيران كاتيوشا رئيس البرلمان العراقي يستفتي خصومه على شرعيته، والتيار الصدري يرفض صفقة الفساد. لجان المقاومة تطرح رؤيتها السياسية بدستور فوري يلغي اتفاق السلام، حزب الأمة يبادر لجمع قادة الأحزاب السياسية. السلام عليكم. الاحتجاجات المتواصلة في إيران بسبب قتل الفتاة مهسا أميني دفعت بالنظام إلى الزاوية، لم يقدر على قمعها كما جرت العادة ولا على احتوائها بعد تنقلها من محافظة لأخرى. فتيل التظاهرات أشعلته المدن الكردية في إيران، وباتت الأحزاب التي تمثلها هدفا للنظام خارج حدود الدولة في محاولة منه لجرها إلى مواجهة مسلحة تمهد لعسكرة الاحتجاجات والتعامل معها وفقا لذلك. الحرس الثوري الإيراني وبدون مقدمات قصف أهدافا عسكرية في المنطقة الكردية بشمال العراق بصواريخ وطائرات مسيرة، وأشار إلى أنه سيواصل عمليته حتى يتم القضاء على التهديد بشكل فعال وتفكيك قواعد الجماعات الإرهابية وفق وصفه. كما طالب سلطات المنطقة الكردية بتحمل التزاماتها ومسؤولياتها. هذا وأشار عضو بارز في حزب كوملا الكردي الإيراني المعارض أن عدة مكاتب الحزب استهدفت من قبل الإيرانيين، وبأن الضربات تركزت على منطقة كويا الواقع على بعد نحو 60 كيلومتر شرق أربيل، كما استهدفت قواعد ومقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ وبالطائرات المسيرة في منطقة كويسانجاق غرب أربيل. وأسفر القصف الإيراني وفق وزارة الصحة في إقليم كردستان عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 24. وفي المقابل دانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الذي طال 4 مناطق في إقليم كردستان، ووصفت الخارجية الاستهدافات المدفعية والصاروخية من إيران بأنها أعمال مستفزة أحادية الجانب، مشيرة إلى أنها تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة. هذا وأعلنت الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وأشار بيان للخارجية إلى أن الهجوم الإيراني أدى لسقوط قتلى وجرحى، وأن ذلك لن يساهم إلا للمزيد من التوتر. أما رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني فأشار إلى أن استهداف أقليم كردستان مستمر بصواريخ القوات الإيرانية، عبر عن إدانته لهذه الاعتداءات وللقصف المستمر على الإقليم، واصفا إياه بجريمة وبانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والسيادة، وبأن ذلك لا مبرر له. هذا وأشار برزاني إلى أن الاحتداءات والهجمات الصاروخية المستمرة لن تحل المشاكل ولن ينتج عنها سوى حالة من عدم الاستقرار، ودعا إلى إيقاف فوري للهجمات الإيرانية ولعدم استغلال أرض إقليم كردستان
كساحة لتصفية الحسابات والصراعات الداخلية للدول المجاورة. ومن جهتها نددت الخارجية الأمريكية بشدة باستخدام إيران لصواريخ باليستية وشن هجمات بطائرات مسيرة على إقليم كردستان العراق، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوقف الهجمات الإيرانية فورا على إقليم كردستان، ووصفتها بأنها عمل طائش وله عواقب وخيمة. وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. السيد أحمد، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. سيد أحمد، أصدرتم في الخارجية العراقية قرارا باستدعاء السفير الإيراني احتجاجا على هذا القصف، ومن المفترض أن تسلموه مذكرة احتجاج. بداية نريد أن نتأكد، هل سلمتم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج وما فحواها؟ شكرا جزيلا لكم. تحية وتقدير. الخارجية العراقية اليوم كانت قد أصدرت بيانها شديد اللهجة، تضمن الإدانة وبأشد العبارات للاستهداف المدفعي والصاروخي الذي يقوم به الجانب الإيراني بشكل متتابع. أشفعه هذا اليوم باستهداف خطر وبتحول نوعي لهذه العمليات عبر الطائرات المسيرة والتي تحمل مواد متفجرة. هذا التحول الخطير في الحقيقة يلقي بظلاله على المشهد الأمني على إقليم كردستان العراق، وكذلك يشكل تحولا خطيرا للسيادة العراقية على مستوى انتهاكها وعلى مستوى تسجيل حدث نوعي عمل عدائي استفزازي يطال هذه السيادة. بدورنا نجدد أن العراق يدين وبأشد العبارات هذه العمليات، والخارجية العراقية ستلجأ إلى أعلى مستويات الإجراءات الدبلوماسية المتخذة في هذا الباب لحماية العراق من أن تتكرر هذه الأعمال، لتلحق الأذى والضرر بالمزيد من المدنيين على مستوى قتلى وجرحى. ما الذي تقصدون بأعلى المستويات؟ هنا أعود لسؤالي الأول، سلمتم المذكرة للسفير وما الإجراءات الأخرى؟ كنا أعلننا بشكل عاجل أن الخارجية العراقية ستستدعي بشكل عاجل السفير الإيراني لدى بغداد. حتى هذه الساعة أبلغ بشكل عاجل بأهمية الحضور إلى مركز وزارة الخارجية العراقية. سيسلم مذكرة الاحتجاج شديدة اللهجة، وستنص على مضامين في الحقيقة جد مهمة وحساسة في هذا الجانب. نعم، ماذا عن الإجراءات الأخرى؟ كنت أشرت السيد أحمد إلى إجراءات من أعلى المستويات، هكذا وصفت الأمر. الخارجية العراقية لا تزال في الحقيقة تنسق وبمستوى عال جدا بين السلطات والجهات الأمنية في الحكومة الاتحادية ببغداد، مع كذلك السلطات المعنية بحكومة إقليم كردستان العراق. تدارس الموقف على مستوى يليق بتطوره الخطر والنوعي وبتحوله الغريب غير المبرر لهذه العمليات التي طالت مدنيين ومواقع مدنية عراقية بإقليم كردستان العراق. هذه الهجمات قاربت متزامنة بأكثر من 20 طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت 4 مناطق متعددة من الإقليم. إنه في الحقيقة تحول خطير ونوعي، وإذا ما كان المبرر أن هناك تحديات أمنية على الشريط الحدودي الممتد بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلن يكون ذلك ذريعة أبدا، وهو مرفوض بشكل قاطع. وأكرر أنها عمليات عدائية استفزازية أحادية الجانب.
اليوم الخامس للضربات الإيرانية، اليوم نددتم في يوم الخامس لهذه الضربات، اليوم قررتم استدعاء السفير، ألم تتأخروا في هذه الخطوة؟ ليس تأخرا بقدر ما كان هناك في الحقيقة تتبع دقيق ورصد وإحصاء لطبيعة الخسائر المترتبة من جهة، ولطبيعة الوقوف على الأهداف التي أخذت لاحقا في الحقيقة تسجل خسائر على مستوى المدنيين وعلى مستوى البنى التحتية. هذا الإجراء سبق للخارجية العراقية أن أبلغت الجانب الإيراني أن ذلك مدان وبأشد العبارات، وعلى الجانب الإيراني التنسيق مع الحكومة العراقية، لكن الجانب الإيراني استمر بهذه الأعمال. الخارجية العراقية وثقت ببيانها اليوم عدد الطائرات المسيرة التي تحمل المواد المتفجرة، وكذلك قلنا أنه عمل عدائي استفزازي أحادي الجانب، ووثقنا بأننا سنلجأ إلى أعلى مستويات الإجراءات الدبلوماسية. وضعت في هذه الأثناء أولويات لطبيعة التتابع على مستوى الخطوات الدبلوماسية في هذا المسار، سنعلن عنها لاحقا، وبالتأكيد في فور استدعاء السفير كما أعلننا سنعلن عن بيان آخر يتضمن عناصر أخرى. سيد أحمد، تقول إنها خطوات بهدف استفزاز الجانب العراقي، ما الذي تقصدونه بهذا؟ كيف تفسرون هذه الضربات؟ هذه الضربات تأتي في سياق أنها تسجل تحولاً نوعياً خطيراً يلقي بظلاله على المشهد الأمني في العراق. الحكومة العراقية والواقع العراقي اليوم بالتحديد ظهراً وبعد لما تجري جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وكذلك تجديد الثقة للسيد رئيس مجلس النواب، كل هذه الخطوات هي لتجاوز التحدي الذي يواجه العملية الديمقراطية في العراق والانسداد السياسي الذي أشبعت به الحالة العراقية منذ مدة. لذا فإن اقتران كل هذه الضربات مع الحالة العراقية وتطوراتها لا نرى في ذلك في الحقيقة إلا إلقاء للمشهد في بيئة ستكون أشد وأكثر تعقيدا، ولن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب أو التعاون المشترك في التحدي الأمني المشترك على الشريط الحدودي بين البلدين بخير. إذن نحن بحاجة إلى المزيد من التنسيق إذا ما كان هناك تحد، وليس اللجوء إلى عمليات استفزازية أحادية الجانب. التلفزيون الإيراني كان أعلن بأن الحرس الثوري سيواصل هذه الهجمات على ما سماها المعارضة الإيرانية في الداخل العراقي أو في المنطقة الحدودية. ما تعليقكم وكيف ستتعاملون مع هكذا وضع إن استمرت بالفعل إيران في هذه الهجمات؟ أقول في هذه الأثناء تجري عمليات تقييم سريعة وعاجلة بين الجهات الأمنية المختصة في الحكومة الاتحادية ببغداد مع كذلك الجهات المعنية بحكومة إقليم كردستان العراق. أمن العراقيين وسلامتهم ليس خيارا بل مسارا نعمل على تأكيده. هذا التحول النوعي الخطير في طبيعة الاستهدافات هذه المرة يسجل أولوية من نوع جديد علينا أن نقصد متابعتها لنقف من أجل عدم تكرارها بشكل حازم. في سؤالي الأخير سيد أحمد، الجانب الإيراني يقول أنه يستهدف هذه الأحزاب التي يصفها بالمعارضة، مثلا الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ويقول أنه متمركز في المنطقة الحدودية. هل صحيح بأن إيران استهدفت فقط هذه المناطق؟ المؤكد أن هناك مدنيين من أبناء شعبنا بإقليم كردستان العراق وعددهم 9 كانوا قد سقطوا، فيما أيضا سجلت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق أكثر من 29 جريح. هل ذلك يعد مبررا لإلحاق هذه الأعداد من الضحايا والجرحى؟ أين هي الاستهدافات التي يقول عنها الجانب الإيراني؟ وإذا ما كان كذلك، هل يتم معالجة هذا التهديد الأمني المشترك بعمل استفزازي عدائي من هذا النوع؟
تتابع وتعالت وتائره من أن يكون قصفا مدفعيا ثم قصفا صاروخيا ثم أشفع متزامنا بطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة. هل هذا هو علاج للتحدي الأمني المشترك؟ نعم. هل هذا يعد حالة جيدة بالنسبة لمبادئ حسن الجوار أم انتهاك لها؟ شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. ونتابع كل هذه التطورات ونناقشها مع ضيوفنا من لندن وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، ومن أربيل الكاتب السياسي كفاح محمود. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. البداية من السيد كفاح، استمعنا إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية العراقية برر مسألة التأخر في اتخاذ أي رد فعل أو في الحديث والتنديد بهذه الضربات الإيرانية، معنا في اليوم الخامس منها. بداية، هل تأخرت بغداد وأربيل في اتخاذ موقف بعد هذه الضربات الإيرانية ولماذا؟ بداية أحييك سيدتي سارة وضيفك من لندن. أتضامن مع الناطق باسم وزارة الخارجية الاتحادية في بغداد لأنهم لا يمتلكون أكثر من الاستنكار والإدانة والشجب، ويعني في أكثر الأمور ربما سيتم استدعاء السفير الإيراني بكل لياقة وإبلاغه بأنه نحن منزعجون من العمليات التي جرت خلال الأيام الخمسة. أما أنهم يعني تأخروا كثيرا، فأعتقد أنه هذا الحزام الناري، أقصد به الحدود الإيرانية العراقية سواء ضمن إقليم كردستان أو مع ما تبقى من العراق، هذا الحزام الناري متقد منذ أكثر من 40 عاما. يعني تذكري في التاريخ في 4 أيلول 1980 بدأت المدفعية الإيرانية تقصف الأراضي العراقية في حينها، وحتى 22 من أيلول حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية ولم تتوقف إلى آب 1988، ولا تزال هذه الحرب ولكن بإقساط مع العراق. اليوم الصورة منذ إسقاط نظام الرئيس صدام حسين وتغيير النظام، استطاعت إيران أن تفرض نفوذها في معظم مراكز السلطة في العراق، ويعرف الجميع أن الإيرانيين يستخدمون ميليشيات موالية لها كانت أيضا تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ في قصف كردستان. عموما هم يتباهون اليوم بأنهم قصفوا كردستان ب73 صاروخ استهدفوا بها مقرات الأحزاب المعارضة لهم. لو ذهبنا قليلا إلى الوراء سيدتي الكريمة، كانت هناك في إيران نفسها الأحزاب الحاكمة الآن في بغداد وكانت معارضة وكان لديها مقرات وأيضا ميليشيات وعناصر تحت التدريب منتشرة في كل إيران، لم تتعرض من قبل النظام العراقي السابق إلى عمليات قصف كما تفعله إيران اليوم مع معارضيها الموجودين هنا سواء في كردستان العراق أو حتى في مناطق أخرى ربما في مناطق خارج الإقليم. لا حكومة الإقليم ولا الحكومة الاتحادية تستطيع أن تذهب أكثر من الاستنكار والاحتجاج والإدانة، لأنه كما قلت لك أولا الوضع السياسي العراقي والضعف الذي نستشعر به جميعا، ضعف داء الدولة في مؤسساتها العسكرية والأمنية واختراقها من قبل مراكز من قبل الأجهزة الإيرانية سواء سياسيا أو عسكريا أو أمنيا، لن يتيح لأي جهة عراقية أكثر مما استمعناه الآن من السيد الناطق باسم وزارة الخارجية وهو الاستنكار والاحتجاج. نعم. سيد وجدان، كان يحاول السيد كفاح أن يفسر مسألة هذه الضربات من الناحية العراقية، ولكن من الناحية الإيرانية حينما تربط إيران ضرباتها على كردستان العراق وعلى هذه المجموعات الإيرانية المعارضة في داخل كردستان بالمظاهرات الحاصلة الآن في مدن إيرانية، لماذا هذا الربط؟ خاصة بين الاحتجاجات لم تعد تنحصر على كردستان إيران، وإنما طالت الكثير من المدن البعيدة عن مسألة العرقية أو العرق الكردي. تحياتي لك أستاذة سارة وأيضا لضيفك الكريم أستاذ كفاح. هذه
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إيران لاستهداف أقليم كردستان في إيران. في كل احتجاجات، في كل اغتيالات، في كل تفجيرات تحدث في إيران أو حتى سرقة المستندات والوثائق من داخل العمق الإيراني، يتم استهداف كردستان واتهامهم بالعمالة لإسرائيل دون النظر بأنه حتى في بداية الثورة كما سرد الأستاذ كفاح عن موضوع استهداف الكرد في المناطق الكردية إن كان في داخل العمق الإيراني أو حتى في كردستان العراق. في بداية الثورة عندما هاجمت القوات الإيرانية بالمدفعية وقامت بمذبحة الأخوة الكرد بفتوى من الخميني، لم يكن الأكراد متهمين بإسرائيل في الفترة التي كان إيران يشتري السلاح الإسرائيلي، لكن الحراك المستمر منذ بداية الثورة وإلى يومنا هذا ما جعل الأخوة الكرد أن يكونون هدفا للنظام الإيراني، وخاصة في الاحتجاجات الأخيرة، لأن شرارة الاحتجاجات انطلقت من كردستان بدعوة من الأحزاب الكردية، ولهذا يحاول النظام الإيراني معاقبة التنظيمات والأحزاب الكردية وأيضا الشعب الكردي برمته، لأنه تجاوب للأحزاب الكردية بعدما طالبت الأحزاب من خلال إصدار بيان، احتج وتجاوب الشارع الكردي وانتفض، وأيضا أصبح هناك تجاوب من قبل الشارع، لأن مأساة مهسا أميني هي مأساة كل الشعوب نعم. في إيران، ولكن وليس سيد وجدان فقط للشعب. ألا يمكن الكردي القول كذلك بأن إيران بربطها للمظاهرات مع الأحزاب أو التنظيمات في الداخل العراقي المعارضة لإيران هي تحاول أن تصف المظاهرات بالإرهاب، أن تجد شرعية ما للتدخل عسكريا وبقوة ضد المتظاهرين، ما يمكن وصفه بعسكرة المواجهة أو التظاهرات؟ بالضبط، هنالك ثلاثة عوامل أستاذة سارة لهذا الموضوع. العامل الأول أنه إيران تريد تحاول لفت الانتباه العالمي الذي الآن أصبح على إيران من خلال وسائل الإعلام، وأيضا استدعاء سفراء إيران في الدول الغربية وأيضا مطالبات الاتحاد الأوروبي بمساءلة إيران، فيلفت الانتباه للداخل الإيراني. الأمر الثاني أنه هو معاقبة الشعب الكردي وأيضا الأحزاب الكردية باعتبارها هي المؤسس لهذه الاحتجاجات، والأمر الثالث هو إيجاد ذريعة للتواجد للحرس الثوري الإيراني، لأن حركة كردستان حتى الآن مشتعلة، الحرس حتى الآن لم يتدخل بشكل مباشر في الاحتجاجات على الصعيد يعني على الصعيد بالزي الحرس الثوري، ولو أنه حضر بالزي المدني، لذلك يريد الدخول لقمع كردستان بالسلاح من خلال هذه الذريعة. إذن هناك ثلاث عوامل تجعل الحرس الثوري الإيراني للتدخل، وللأسف الشديد موقف حكومة بغداد الضعيف اتجاه النظام الإيراني هذا ما جعل لإيران أن تتطاول وتتعدى ليس فقط على الأراضي العراقية وإنما على الأبرياء في كردستان. نعم، هنا أنتقل لسيد كفاح، ربما في شق كبير يمكن ربط أو تفسير الضربات الإيرانية بالمظاهرات في المدن الإيرانية الآن، ولكن إلى أي حد كذلك يمكن أن تربط بالحراك السياسي العراقي في الداخل؟ سيدتي سارة، لو يعني لو نظرت بدقة إلى يعني إلى الضربتين، الضربة السابقة التي استخدمت فيها أيضا أكثر من 10 صواريخ حينما يعني أوهمت الناس بأنها استهدفت مركزا للاستخبارات الإسرائيلية في قرب العاصمة أربيل هنا، والضربة الثانية في الحالتين، يعني في الأولى كانت المشكلة الحقيقية هي مشكلة الطاقة، حينما أعلن رئيس وزراء كردستان بأنه اكتشفنا خزين كبير من الغاز بإمكانه
بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أن يسد ربما النقص في أوروبا نتيجة انقطاع الغاز الروسي. هذا أرعب إيران من خاصة وإنها تبيع الغاز إلى العراق في الوقت الذي تمنع العراقيين من أن يستثمروا هذه الطاقة سواء في كردستان أو خارج كردستان. الأخيرة كلما يضيق الخناق في إيران على النظام الإيراني، وصدقيني الصورة نفسها في تركيا أيضا، يتم تصديرها إلى خارج الدولتين. في تركيا هناك مسوغ وجود حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق يعني شديدة التضاريس في الحدود العراقية الكردستانية التركية، أيضا توغلت وشقت طرق يعني احتلت بعض المناطق. الإيرانيين ربما يقلدون الأتراك في هذه العملية، ولكن بأسلوب، يعني ما حصل اليوم كان حرب وليس عملية قصف محدودة. هناك أكثر من 73 صاروخ تم توجيهه إلى الأراضي العراقية ضمن إقليم كردستان. ردود الفعل ما تزال يعني ضعيفة. لماذا؟ أولا لأنه معظم مراكز التأثير في بغداد تدين بالولاء المطلق لإيران، لإيران أيديولوجيا، لإيران عسكريا، لإيران أمنيا، لإيران في مؤسساتها العسكرية. ماذا عن أربيل؟ ولذلك من الصعب جدا حتى في أربيل، لا تنسي أنه مسائل الدفاع عن البلاد حصريا من واجب الجيش العراقي الاتحادي. هذه واجبات حصريا واجبات الحكومة الاتحادية. أنا لا أقول لك الإقليم دولة مستقلة لكي يستطيع أن يتحالف مع دول أخرى، يستنجد بدول أخرى لكي تمده بالسلاح المتطور بالطيران بمقاومة الطائرات، لا يمتلك مثل هذه الأسلحة. ولذلك نعتقد من الصعب جدا إيقاف هذا التغول الإيراني بمسألة جدية، يعني بإيقافه إلا اللهم إذا أرادت مراكز التأثير السياسي كما قلت في بغداد أن تطلب من إيران إيقاف مثل هذا العمل. أنا أعتقد ليس من مصلحة هذه المراكز وهي تحاول أن تضغط على كردستان بأن تلبي رغبتها في تشكيل ائتلاف جديد في بغداد ضمن إطارهم التنسيقي باتجاه تشكيل حكومة خارج تأثير التيار الصدري. في هذه الحالة يمكن أن تكون هناك تفاهمات بين هذه المراكز وطهران. خارج هذه أنا أعتقد كل ما يحصل الآن هو ضغط واضح جدا على المكونين الكردي والسني باتجاه إخراجهما من دائرة تأثير التيار الصدري وتشكيل حكومة على مقاسات الإطار التنسيقي. نعم سيد وجدان، عمليا ما الذي يعنيه الحديث عن استهداف هذه الأحزاب الإيرانية في الداخل العراقي، وما الذي يعنيه كذلك الحديث عن استمرار الحرس الثوري الإيراني في ضرباته؟ لا شك هو الهدف منه هو معاقبة أي تنظيمات أو أحزاب لها تأثير وأيضا لها وجود على الأرض في الحراك السياسي. وأيضا التشكيلات نجد الأخوة الكرد التنظيم الوحيد الذي يملك قوات بيشمركة مدربة مجهزة لديها التأثير أيضا على الشارع الكردي. شاهدنا أن في مقتل في إعدام الأخوة الكرد السجناء عندما طالب الأحزاب الخارج لإضراب عام تجاوب الشعب الكردي لهذه المطالب. لذلك النظام الإيراني وبتعديد الحرس الثوري الإيراني يحاول معاقبة التنظيمات الكردية بسبب هذه القوى التي تمتلكها على الأرض وتجاوب الشعب الكردي معها، وأيضا امتلاكها قوة دفاعية مسلحة من القوى البيشمركة، كما أنها رسالة لباقي التنظيمات وأيضا الأحزاب الأخرى المعارضة للنظام الإيراني بأن ستلاقون نفس المصير في حال قمتم بتشكيلات أيضا عسكرية أو تحاولون المساس ب النظام الإيراني. نعم شكرا جزيلا لكما، كنت معنا من لندن وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، وكان معنا من أربيل الكاتب السياسي كفاح محمود. شكرا.
الأخبار ليلة مستمرة في بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في جنين وإعلان الحداد في مناطق عدة. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين وأصابت العشرات بجروح خلال عمليات عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية استهدفت أحد المطلوبين. وتخللت العمليات العسكرية اشتباكات مسلحة عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، فيما دانت السلطة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي وحملت الحكومة الإسرائيلية تداعياتها. عبوة ناسفة زرعها شبان فلسطينيون لم تنفجر، بقايا رصاص، آثار حريق ودمار، هذا كل ما بقي من العملية العسكرية الإسرائيلية الخاطفة التي نفذتها وحدات خاصة صباح هذا اليوم في حي الجبريات في مخيم جنين، والتي كانت تستهدف عبد الرحمن حازم شقيق رعد حازم منفذ إحدى العمليات في تل أبيب مطلع هذا العام. القوات الإسرائيلية استخدمت القذائف في قصف المنزل، ما أدى إلى احتراق كبير في المنزل إضافة لدمار كبير، وأيضا أدت العملية العسكرية إلى اغتيال عبد الرحمن حازم وصديق له كان يتحصن في ذات المنزل. في جنين بشكل عام أعلنت حالة الحداد والإضراب العام على ضحايا الاقتحام الإسرائيلي. إسرائيل من جانبها تؤكد أنها استهدفت مطلوبين، وتؤكد مضيها في هذا النوع من العمليات العسكرية في مدن الضفة متذرعة بوجود إنذارات ساخنة لديها بنية مجموعات فلسطينية مسلحة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة وفي الداخل. على المنحى الآخر فإن الناشطين الفلسطينيين يؤكدون مضيهم في هذا الشكل من المواجهة، شكل المواجهة المسلحة. من مدينة جنين، عبد الحفيظ جعوان. تحت نيران صواريخ كاتيوشا وانتقادات حلفاء الأمس، عقد البرلمان العراقي جلسته الأولى منذ أحداث العنف التي وقعت في أغسطس الماضي واعتصام أنصار التيار الصدري قبل شهرين. البرلمان صوت اليوم ضد الاستقالة التي قدمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، والتي اعتبرت شكلية وبمثابة فرصة لتجديد الثقة بعد الحديث عن توافق بين أطراف سياسية عدة بينها الإطار التنسيقي على تشكيل ائتلاف بعيدا عن التيار الصدري. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا القوى السياسية للجلوس إلى طاولة واحدة لإيجاد مخرج سياسي للبلاد وضرورة العمل لجمع الفرقاء السياسيين وتوحيد الصف الوطني. وشدد الحلبوسي على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل الجميع فيه مسؤولياته.
لاعبة تكتبون جهال او صواريخ ضد المثلث. اي والله يمكم وتزامنا مع جلسة البرلمان هذه شهدت المنطقة الخضراء هجومين بصواريخ كاتيوشا التي سقط عدد منها في محيط مقر البرلمان العراقي، الأمر الذي تسبب بإصابة 7 أشخاص من أفراد الأمن وليس ببعيد عن المنطقة الخضراء. اندلعت مواجهات بين أنصار التيار الصدري وقوات الأمن العراقية التي صدت محاولات اقتحام جسر الجمهورية وساحات التحرير. وفي موازاة ذلك قال وزير الصدر أن الهجوم الصاروخي على مقر البرلمان مرفوض وأن الهدف منه هو الفتنة، واتهم جهات لم يسمها بالسعي للنيل من سمعة الإصلاح. وفي إشارة إلى رفض التوافقات السياسية قال وزير الصدر إنهم لن يشاركوا بإتمام صفقة الفساد ولن يهادنوا ولن يحاوروا. ومن جهتي وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظم القوة الأمنية بمتابعة منفذي الهجوم الصاروخي وإلقاء القبض عليهم، وأكد أن الوضع الأمني الحالي يمثل انعكاسا للوضع السياسي، مجددا الدعوة للحوار بين كل القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية. هذه الدعوات أيدتها بعثة الأمم المتحدة في العراق التي شددت على أن الحوار في أقرب وقت يعد أمرا ضروريا. هذا ودعت الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف. ولمناقشة كل هذه التطورات السياسية العراقية ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية زياد العرار، ومن بغداد أيضا ينضم إلينا رياض العوادي عضو الهيئة العامة لطي الحكمة الوطني. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. البداية من السيد رياض من بغداد، عقدت هذه الجلسة لكن لم يختار رئيس الجمهورية، لم يكلف رئيس للحكومة، ما جرى فقط هو التجديد أو مرة أخرى منحت الثقة لرئيس البرلمان الحلبوسي واختير نائبا له آخر. لماذا لم تصوتوا على مسألة الجمهورية، رئاسة الجمهورية والحكومة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأكارم. أهلا بك. هو الشيء الأهم هو أن يباشر أو يعود البرلمان العراقي على ممارسة دوره التشريعي والرقابي الذي توقف من عدة أشهر لأسباب كثيرة. هذه العودة هي بحد ذاتها هي مؤشر جيد وإيجابي على أن العملية السياسية ستمضي وأن الاستحقاقات الدستورية ستأتي تباعا. قضية رئيس الجمهورية هو طبعا هذا الأمر مناف بالجانب الكردي على اعتبار أنهم تفاوض مستمر وعلى وشك أن يتصلوا أو يتوصلوا إلى اتفاق بالمجيء إلى البرلمان بمرشح واحد بدل أن يأتوا بعدة مرشحين ويكون الحسم من قبل البرلمان على ويعاد سيناريو 2018. ترك الأمر مع أن هذا الأمر قد طال كثيرا على من الأخوة الكرد، ولكن مع ذلك هو من الإيجابيات أن يأتوا متحدين خير من أن يأتوا متفرقين. لذلك في الكرة اليوم في ملعب الكرد عندما يحسموا أمرهم وهذا ما طلبناه أو طلبه في إطار والحكمة خصوصا
في مطالبات عدة ومناسبات. هذا في رئاسة الجمهورية، وهذه المسألة واضحة متروكة للجانب الكردي أو للكتلة الكردية، ماذا عن رئاسة الحكومة؟ رئاسة الحكومة هي شيء متصل بشيء آخر. الحكومة تأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، نعم، على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو من يكلف مرشح الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة خلال مدة شهر، لذلك أن كل الأمور معطلة في قضية اختيار وحسم موضوع رئيس الجمهورية. نتمنى أن لا يطول هذا الأمر، نعم، كثيرا من الأخوة الكرد، إلا عندها سيضطر البرلمان إلى الانعقاد واختيار أحد المرشحين من الأخوة الكرد لحسم هذا الموضوع سريعا، على اعتبار أن السنة قد شارفت على الانتهاء، وحتى هذه اللحظة الكثير من القوانين والتشريعات والأمور المناطقة بمهمة الحكومة الأصيلة متوقفة على تشكيل الحكومة. لذلك لن ينتظر العراقيين طويلا، ولكن حسب ما وصلنا من الأخوة الكرد أنهم على وشك الاتفاق النهائي وحلحلة كل المشاكل التي تخصهم، نعم، في البيت الكردي والقضاء الوطني. لما وعيد قريبة لجلسة المقبلة، الجلسة الثانية للبرلمان، قبل أن ننتقل للسيد زياد؟ عند إذا حسم الكرد موقفهم سريعا، بالتأكيد ستنطلق الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يعني أن البرلمان سيبقى معطلا من مهامه الأخرى. اليوم هي الانطلاقة السريعة أو الانطلاقة المطلوبة من البرلمان الذي عطل طويلا، نعم، أن يمضي في قضية تشريع القوانين وقضية متابعة الأمور الرقابية المناطة بعاتقه التي توقفت لأسباب كثيرة كما أسلم. نعم. السيد زياد، عقدت هذه الجلسة، هل نجح الإطار في وضع التيار الصدري أمام الأمر الواقع؟ مساء الخير لك سيدتي ولضيفك والمتابعين الكرام. لعبة شطرنج، نقل الأيقونات، تحريك وتحريك الدفاعات والهجوم والجنود وكل شيء. كان الإطار التنسيقي يريد أن يعقد الجلسة بأي طريقة لاستمرار عمل البرلمان، وأثناء ذلك، أثناء ما كان يطالب ويضغط على القوى السياسية الأخرى وتحديدا السنية والكردية، كانت تطلق تصريحات بأنه سنقيل رئيس البرلمان، سنذهب إلى سحب الثقة في حالة عدم انعقاد الجلسة. فاجأهم رئيس البرلمان بأن قدم استقالته، قال اعقدوا جلسة إما أنا للثقة بالكامل وإما أن أستقيل ولا أقال حتى تكون الأمور واضحة. اضطر الإطار التنسيقي إلى أن يغير موقفه ويذهبوا إلى عقد الجلسة، وتصبح بدل عقد جلسة التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وأصبحت الآن الأمور بوضعها الحالي كالآتي: القوى السياسية المجتمعة دون التيار الصدري أصبحت بكامل الصلاحيات الدستورية لاستمرار العملية البرلمانية. الآن رئيس البرلمان منتخب ومجدد له الثقة وبصلاحيات كاملة، ولا يستطيع أحد في الإطار أن يتحدث في مجال آخر كالاتهامات السابقة التي كانت تكال لرئيس البرلمان، للسنة، للكرد، لغير ذلك، توقفت ويجب أن تتوقف، لأنه الآن القرار أصبح واضح: التيار الصدري معارض ومنسحب وغير معني بتشكيل الحكومة. الكرة في ملعب القوى كلها، هل تستطيع أن تشكل حكومة تذهب بالمشهد العراقي إلى انتخابات مبكرة وواقع جديد؟ بالتأكيد سيكون هناك حديث جديد وحديث آخر معلن يجب أن يكون قرار القوى السياسية، وداخل البرلمان أو خارج البرلمان، نعم، بتوقيتات ثابتة وبرؤية ثابتة حتى ينظر التيار الصدري لها. إن لم تذهب إلى ذلك، وأنا أتوقع أن بعض القوى السياسية في الإطار لا تريد أن تذهب إلى انتخابات مبكرة، بل تريد إلى أن تذهب إلى انتخابات بالوقت اللي هي ترغب له، أن تعيد نشاطها وقوتها ووضعها في المشهد السياسي حتى تذهب إلى الانتخابات. عندها بالتأكيد سيكون للتيار الصدري موقف آخر: اعتصامات، تظاهرات، استخدام الطرق الديمقراطية والسلمية والدستورية، والدستور العراقي يقول أن الشعب هو مصدر السلطات وكل شيء خاضع للإرادة الشعبية، والتيار الصدري يمتلك إرادة شعبية وجماهير، وهناك من يؤيده من العراقيين الذين خرجوا اليوم. والحديث عن أنه من خرج اليوم هو متظاهرا هم أتباع التيار الصدري، أؤكد لحضرتك وعلى مسؤوليتي أنه هذا غير صحيح، وليسوا من أتباع التيار الصدري. نعم، فيهم من أتباع التيار الصدري المحبين والمؤيدين للتيار الصدري والسيد الصدر، وفيهم من قوى أخرى وجمهور آخر رافض للجلسة التي يعتقد هذا الجمهور المتظاهر يعتقد بأنها ستكون عودة للمحاصصة الطائفية.
لماذا لم يصدر أي قرار إلى غاية الآن أو رد فعل من التيار الصدري بعد عقد هذه الجلسة سيد زياد؟ موجود رد الفعل وموجود القرار بالمسبق سيدة سارة، أنه إما أن تذهبوا إلى مشهد جديد وأن تذهبوا إلى انتخابات مبكرة وبتغييرات دستورية بتحديد الفائز المواد الدستورية. هذا الكلام يعني صدر من طرفين مو بس من التيار الصدري، هذا القرار المسبق اللي يجب أن نعود له، ما يحتاج أن يعود مرة ثانية الواجهة. هو قرار مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وتصريحات الرئيس فائق زيدان وموقف التيار الصدري المسبق. يجب أن يكون تغيير في المشهد العراقي، لأنه من عام 2019 إلى اليوم الشعب العراقي يتظاهر ويرفض. إذا بقت الأمور على نصابها وعلى وضعها الحالي، ما الفائدة وما الذي حصل من تظاهرات تشرين إلى اليوم؟ إذا ذهبنا بعودة إلى المحاصصة وبنفس المواد الدستورية وبنفس النظام، ما الذي يعني ما حدا مما بدأ؟ نعم. شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ راح نجيب حسين بمكان علي ونجيب عمر بمكان زيد وفلان بمكان فلان؟ ما هكذا تورد الإبل. يجب أن يكون التغيير بمستوى وحجم الشعب العراقي الذي رفض مخرجات هذه العملية السياسية، ويجب أن تعدل، وهذا قالت المحكمة الاتحادية. أليس القضاء هو السلطة العليا؟ والمحكمة الاتحادية قالت ذلك والجمهور العراقي يطالب. إذن على ماذا يتحدث التيار الصدري؟ على ماذا يقول؟ هو قال ذلك مسبقا والقول ما زال مستمرا. ولكن بعد الجلسة كان تغريدة وحيدة لوزير الصدر تحدث فيها عن أعمال العنف واستخدام السلاح ورفض هذا الأمر رفضا قاطعا، وقال إن جهات مجهولة هي من تقوم بهذه أعمال القصف في محيط المنطقة الخضراء. هنا أنتقل للسيد رياض، هل ستذهبون لجلسات من أجل تشكيل حكومة أم ستذهبون أولا لحوار مع التيار الصدري؟ سيد الحلبوسي مثلا اليوم كان دعا لهكذا حوار. نعم، الدعوة إلى الحوار مفتوحة منذ البداية، منذ حتى قبل انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، ولكن كان التيار الصدري رافضا لهذا الحوار وحتى هذه اللحظة. الإطار ماض في تشكيل الحكومة وخطواته سريعة وثابتة في هذا الأمر، لأن الموضوع اليوم هي ليست مزاجية شخصية ولا لسين من الأحزاب ولا لصاد من القيادات، على اعتبار أن الأمل الديمقراطي هو أنه بعد الانتخابات يجب أن يتشكل البرلمان ويأتي بالاستحقاقات في تشكيل الحكومة وانتخاب الرئاسات ومضى الحكومة في قضية تقديم الخدمات وسن القوانين وتشريعها والذهاب إلى البرلمان للتشريعها. اليوم هذه المهمة اليوم مناطة بالكتلة الأكبر في قضية تشكيل الحكومة وهو ماض في هذا الأمر، ومع ذلك هو لم يغلق الباب أمام الأخوة في التيار الصدري والحوار مفتوح، يحبذون أن يكونوا جزءا من الحكومة القادمة. حتى هذه اللحظة لم تأتي أي ردود رسمية، ولكن مع ذلك الحوار مفتوح، ولكن هذا لا يعني أن الحوار سيبقى مفتوحا حتى النهاية أو بلا نهايات. عملية تشكيل الحكومة يجب أن تمضي، لأن الناس تنتظر المخرجات، الناس تنتظر النتائج، الناس تنتظر القوانين التي تساعدها كقانون الموازنة الذي هو من صميم عمل الحكومة الأصيلة وليست الحكومة حكومة تصريف الأعمال والكثير من التشريعات والقوانين، وخصوصا فيها التي فيها جنبة مالية. لذلك قضية أو موضوع تشكيل الحكومة هو أمر مفروغ منه، ولكن هذا لا يعني أن هناك كسر للإرادات أو كسر للشركاء في الوطن. نعم، اليوم التيار الصدري انسحب من البرلمان، ولكنه جزء اليوم من العراق وجزء من العملية السياسية وجزء مهم على طوال الحكومات السابقة، هو موجود في الحكومة الحالية، فإن أراد أن يشترك فأهلا وسهلا به، وإن لم يشترك هذا أمر يخصه، وهذا لا يعني. لديكم خط تواصل الآن مع التيار الصدري؟ هل هناك أي جهة داخل الإطار؟ هناك خطوط كثيرة مفتوحة والحوار مفتوح بشكل علني وبشكل غير علني، وننتظر ردود رسمية وصريحة من جانب التيار الصدري. إن كان يريد الاشتراك فأهلا وسهلا به، وإن لم يكن يريد الاشتراك أيضا أهلا وسهلا به، ويبقى هو جزء من العملية السياسية وجزء من المكون العراقي. اليوم الغالبية الشعب العراقي قال قولته في الانتخابات وينتظر المخرجات الآن، لا يهمه المناكفات التي تحدث هنا وهناك، ولا يهمه من انسحب ومن سيبقى ومن سيتصدى، بقدر ما يهمه ماذا ستفرز هذه العملية من نتائج إيجابية
ينتظرها على أحر من الجمر، وهناك ملفات كثيرة لا نخوض بها، ولكن هي في مهمة أو في حق الحكومة القادمة، نرجو لها وندعو لها أن تتمكن من تنفيذ هذه البرامج على أحسن وجه وأكمل وجه وبسرعة الممكنة. نعم سيد زياد، حينما يقول التيار الصدري لن نشارك لن نهادن ولن نحاور على إتمام صفقة فساد وإرجاع العراق إلى المربع الأول أو ما يسميه بالمعادلة الفاشلة، أي صفقة فساد يتحدث عنها؟ المحاصصة الطائفية الحزبية، العودة إلى الوراء، تشكيل الحكومة على أساس مذهبي سني شيعي كردي مسيحي مختلف المكونات، هو هذا هسه اللي يصير، يعني اللي تطرحه ما يسمى يعني هسه حاليا، ما أعتقد بعد ما صدر بيان رسمي إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي مع المشاورات اللي يجريها مع الآخرين. طبعا لم تحسم المشاورات ما بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى في الديمقراط الكردستاني وفي تحالف السياسة، لم تحسم نهائيا وما زالت المشاورات مستمرة ولم توضع النهايات، وأنا متأكد من ذلك. هذا أولا، لا نشارك لا نهادن لن نكون جزءا من صفقة فساد. ما قاله التيار الصدري اليوم يعني أنه لا يريد العودة إلى الوراء، يريد أن يذهب إلى الأمام برؤية جديدة، يذهب إلى الأمام بحكومة تكون بمستوى الطموح للمواطن العراقي. عندما كان التيار الصدري شريكا للسيادة والديمقراطي وهم شكلون الأغلبية السياسية، منع من تشكيل الحكومة لأن ذلك يؤدي إلى تفرقة البيت ويؤدي إلى ظهور يعني منحنى سياسي جديد في المشهد العراقي. الآن المعترضين على تحالف التيار الصدري السابق هم يتحالفون مع شركاء التيار الصدري سابقا، لاحظ كيف المعادلة فيها اختزال للمصالح الحزبية، وهذه بحد ذاتها هي عملية فساد في تشكيل الحكومة، أن تعاد تشكيل الحكومة على أساس مصالحها ومصالح حزبية، ولذلك يرفض التيار أن يكون جزءا فيها. نعم تعليق السيد رياض هنا، ماذا بعد هذه الجلسة، ماذا بعد تجديد الثقة بسيد الحربوسي رئيس البرلمان العراقي؟ هل سيكون الإعلان الرسمي لائتلاف إدارة الدولة أم ستتخذون خطوات أخرى؟ عفوا، إذا كان تشكيل الحكومة وفق المعايير التي تفضل بها السيد الضيف وفق طائفية أو قومية، أيضا كان السيد الصدر هو أيضا متحالف مع الكرد والسنة، إذن هناك قومية وهناك طائفية، القضية ليست هكذا. الاعتراف أنه على التوافقية، الحكمة لم تقبل أن تشترك في الحكومة لأنها حكومة توافقية أو لأنها ليست بالرؤية التي طرحناها لإدارة الدولة، ولكن عندما تدار الدولة هل تدار بغير هذا الطيف العراقي؟ هو هذا الطيف العراقي متكون من الشيعي والسني والكردي والمسلم والمسيحي إلى آخره، هذا الطيف المتنوع هو عامل إيجابي وعامل قوة وتكامل في قضية الأمة العراقية، لذلك ليس معيبا أن تكون هناك حكومة فيها سنة وشيعة وكرد، على العكس نحن أردناها بطريقة أخرى، كنا نريد كتلتين كبيرتين في العراق، كتلة تضم مكون شيعي وسني وكردي بقبالها، أيضا كتلة أخرى قوية فيها شيعة وسنة وكرد، الفائزة تذهب إلى تشكيل حكومة وتكون حكومة قوية وطنية فيها كل المكونات العراقية. نعم سيد رياض أعذرني هنا، نعم أعذرني هنا ننتقل سريعا لنسمع ما قال سيد حيدر العبادي حول تكتل ائتلاف إدارة الدولة ثم نعود مرة أخرى إليكم. الشيء الأساسي اللي هو الوثيقة التي تعرفون أكو وثيقة الآن، أكو توافق سياسي، يعني انعقاد البرلمان الآن وانتخاب نائب لرئيس البرلمان هو ضمن توافق وثيقة معينة. أنا لست ضد التوافق، بل أنا دائما مع التوافقات لما فيه مصلحة البلد، ولكن أنا ضد التوافق على أساس مصالح خاصة، على أساس تجاوز على حقوق الآخرين. ولهذا أنا مو قضية سر أن لم أوافق على هذه الوثيقة، ولم أوقع عليها، ولم أخول بالتوقيع عليها، لم أرفضها كلها، بها في جوانبها أمور مشرقة وجيدة، ولكن أيضا صار إقحام لقضايا مو من حقنا، مو ملكنا، إحنا لا نملك ثروة العراق كي نوزعها كيفما نشاء، ولا نملك مصالح الشعب العراقي حتى نتصرف فيه كما نريد بشكل سياسي واتفاق بين كتل سياسية. ثم حكومة بعدها لم تكلف، فلماذا الدخول في تفاصيل قضايا هي لا نملكها؟
إذن هذا كان تعليق حيدر العبادي حول هذا الائتلاف، ائتلاف إدارة الدولة، على ما يبدو ليس تم اتفاق إلى غاية الآن حوله وحول إعلانه رسميا. كنت معنا من بغداد في كل أحوال الوقت المخصص المقابل للأسف انتهى. من بغداد كان معنا الباحث في شؤون الأمنية والسياسية زياد العرار، ومن بغداد أيضا العاصمة العراقية رياض العوادي عضو الهيئة العامة لطي الحكمة الوطني. شكرا جزيلا لكما. السلام عليكم. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. قتلى واشتباكات مسلحة ودوي انفجار شرق العاصمة وحظر للتجوال وانتشار أمني كبير. هذه الصورة المصغرة لمشهد انفلات كبير عاشه العراق اليوم. إن هذا سيحرق الأخضر واليابس. وللأسف وصلنا إلى هذه المرحلة التي لا يمكن العودة عن نتائجها. قتل 20 شخصا على الأقل في الاشتباكات التي دارت اليوم في المنطقة الخضراء. من بغداد معي ماجد حميد مراسل الحدث. ما زال يتظاهر المئات بل الآلاف من مناصرين التيار الصدري. نحن في متابعة مستمرة معكم مشاهدينا وعلى مدار الساعة بمراسلين موجودين على الأرض ينقلون الصورة. نحن بالقرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إذن معكم هذه التغطية المفتوحة والمستمرة لتطورات الأحداث في المشهد العراقي. وعلينا الإقرار لأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أدى هجوم شنه تنظيم القاعدة إلى مقتل 21 عسكرياً، فيما قتل قائد الكتيبة الأولى لقوات مكافحة الإرهاب في أبيان. معسكرين اللذين تم السيطرة عليهما، المعسكر السري للقاعدة في جبل المراقشة ومعسكر آخر في منطقة لودر. المواطن البسيط هو الذي يتحمل هذه التكاليف وهو المتضرر. كان متوقع أن تصل الجباية أن تفرض حتى على المدارس. عدد النساء المعتقلات يتجاوز 1800 امرأة. وفعلا تعذيب إخفاء قسري. هل نحن أمام أجواء هدنة أم أجواء عسكرة وتحشيد؟ رسائل وإشارات واضحة ترسلها هذه الجماعة بأن الهدنة لن تستمر. في سؤال حول ما إذا كانت هذه الرسائل حوثية فعلا أم هي رسائل إيرانية تهدد المجتمع الدولي؟ 11,000 طفل قتلوا خلال الصراع، مؤشر لحجم البشاعة التي تعرضت لها الطفولة في اليمن.
مع من سيتحدث باتيلي؟ من يمتلك الشرعية في ليبيا؟ الكثير من الأسئلة تطرح. كل يعلم بأن السيد عبد الحميد البيبة طرد حكومته بقوة السلاح. ماذا عن التواصل بين الحكومة المكلفة من البرلمان مع الجامعة العربية؟ الجميع انتهت ولايته والجميع خارج الشرعية والجميع يتحمل مسؤولية فشل الانتخابات. وكأن المجتمع الدولي يريد أن تبقى الحالة الليبية على ما عليه. الحل في ليبيا هو الذهاب إلى انتخابات. من يعطل تنظيم هذه الانتخابات؟ أمر الليبيين لم يعد بأيديهم. على البداية بنزع السلاح. لن يعيرون البرلمان أي اعتبار ولقرارات البرلمان أي اعتبار. ذهاب حكومة البيبة إلى هكذا إجراء ألا يعرض الأمور إلى مزيد من الخطر؟ طرابلس للأسف شديد العاصمة تحكمها مجموعة من البلطجية التي تمتلك المال والسلاح والسلطة. هل يؤمن الطرفان اليوم بالفعل بالحل المسلح؟ بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية. طهران تنقل المواجهة مع المحتجين إلى كردستان، صواريخ ومسيرات تلاحق الأحزاب الكردية، والعراق يستدعي السفيرة الإيرانية. التظاهرات ترهق قوات الأمن الإيرانية، الشرطة تنتشر في ساحات طهران وتتوعد بالتصدي للمحتجين بكل قوتها. تحت نيران كاتيوشا رئيس البرلمان العراقي يستفتي خصومه على شرعيته، والتيار الصدري يرفض صفقة الفساد. رجال المقاومة تطرح رؤية سياسية بدستور ثوري يلغي اتفاق السلام، وحزب الأمة يبادر لجمع قادة الأحزاب السياسية. السلام عليكم. 12 يوما لم تهدأ فيها وتيرة التظاهرات في إيران، رغم ارتفاع حصيلة القتلى والإجراءات الصارمة التي شنت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات والذخيرة الحية، ومن شارع لآخر ومن مدينة لأخرى تساوت الشعارات والهتافات المناهضة للنظام، ما دفع بالشرطة الإيرانية للانتشار في الساحات الرئيسية بطهران لمواجهة المحتجين الذين يهتفون بالموت للديكتاتور، فيما يتزايد الضغط على السلطات. هذا وحذرت الشرطة الإيرانية من أنها ستواجه بكل قوتها المتظاهرين الذين وصفتهم بمثيري الشغب. في شرف دانشجوها رو کشید به نام دین سگچی
وللمزيد من التفاصيل والمعلومات ولمناقشة كل هذه التطورات الإيرانية ينضم إلينا هنا في الاستوديو البحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث موسى الشريفي. سيد موسى أهلا بك. أهلا بك هنا معنا في الأخبار الليلة. لنبدأ بالتطورات الميدانية، كنا نتابع بعض هذه الفيديوهات من المظاهرات الإيرانية، إلى أين وصلت المظاهرات اليوم؟ نعم، طبعا المظاهرات في يومها 12 هي مستمرة، رقعة المظاهرات تتسع رغم أنه النظام حاول بقطع الإنترنت، يعني يعمل نوع من التحتيم على هذه المظاهرة أن لا تخرج، ولكن الناس لديها بعض التكتيكات. النظام لا يستطيع قطع الإنترنت بشكل كامل لأنه البلد ينشل، كثير من القطاعات تعمل على الإنترنت، فيضطر بالنهار يعني يسمح لبعض الساعات للإنترنت، ومن ثم بالليل يقطع الإنترنت أو يضعفها بحيث لا أحد يستطيع إرسال يعني بعض الأشرطة أو بعض الفيديوهات من المظاهرات. لكن الناس يسجلون هذه المظاهرات، وعندما تأتي الإنترنت نهارا أو بدايات النهار يرسلونها. اليوم كانت المظاهرات كما سابقاتها، يعني كما الأيام السابقة، يعني مستمرة، كانت البارحة مظاهرات ليلية، اليوم مظاهرات موجودة بمدن كثيرة في إيران، المدن الكبرى أصفهان، طهران، مناطق مختلفة فيها تظاهرات. الأحدث اليوم كانت الجامعات أكثر استقبالا للتظاهرات والاعتصامات. نعم. المعلمين اعتصاماتهم توسعت اليوم أكثر استقبال من يوم الاثنين، يوم يعني اثنين بدأت، لكن اليوم الأربعاء كانت أوسع، مدارس ومدن مختلفة، الجامعات لم تفتح، الإضرابات، الاعتصامات مستمرة، فالوضع يعني بشكل يعني تصعيدي يتسع، وكل محاولات النظام على أنه لا شيء يحدث في إيران كما قال عبد الله هيان، وكل شيء بسلام وكل شيء هادئ، ولن يتغير النظام، ولا يتغير النظام، فهذا حقيقة تعكس خلاف هذه المقولة، والمظاهرات يعني مستمرة لحد الآن. كنا نتابع بعض الأخبار العاجلة من إيران، من هذه المدن التي يصلها مد المظاهرات، إضرام نار في مقر البسيج في ساحة إمام حسين في طهران، هل من معلومات حول هذا التطور؟ يعني ما رمزية هذا المكان بالنسبة للبسيج أو بالنسبة للسلطات الإيرانية؟ نعم، المتظاهرين حقيقة من بدايات الحراك هم كانوا كما شاهدنا يعني الفيديوهات كانوا يتصدون للقوى الأمنية، بعض العناصر من القوى الأمنية تتعاطى مع المتظاهرين بشكل يعني بشكل سلمي، ولكن القوى المتشددة التي تأتي بزي مدني أو غير ذلك هذه مؤدلجة وتحاول قمع المتظاهرين بشكل عنيف، فلذا بعض المتظاهرين أخذوا منحة مواجهة هذه العناصر بشكل يعني بأشكال مختلفة، وشاهدنا يعني قسم من عندهم يعني حتى استخدموا المولوتوف بعض الأحيان ضد اللي يركبون الدراجات النارية ويضربون الناس ويهربون، جماعات الأمن الإيراني، فضرب مقر الحسين للبسيج هو يمثل ضرب للقوى المتشددة للنظام، وإذا النظام استخدم العنف أعتقد أنه الناس سيتوجهون إلى مواجهة هذا النظام بشتى الوسائل، وبالنهاية يعني النظام لا يستطيع مواجهة الشعب بأكمله. لا. تعرفين يعني طهران مثلا، طهران التقارير تقول أن النظام يعني جاء بكل ما لديه من القوى الأمنية، لكن بسبب وسعة المدينة وكثرة عدد سكان المدينة، طهران يعني هي فيها 12 مليون، إذا مليون يطلع بالمظاهرة بمناطق مختلفة النظام لا يستطيع أن يسيطر، وهذا ما استنزف يعني طاقات القوى الأمنية، بعض الأمنيين قالوا بعظمة لسانهم أنه إحنا على وشك الانهيار، بعض من عندهم يعني طلعت هكذا تقارير وأخبار، وبعدين محت هذه يعني التقارير، مسحوها من المواقع بسبب الحساسيات. نعم. فبالتالي أعتقد أنه الطرفين النظام يحاول يعطي انطباع أنه لا شيء وكل شيء يعني تحت السيطرة، لكن خلاف هذا الشارع المتظاهرين تتسع
يعني رقعة التظاهرات وإرادة المتظاهرين أقوى. وهذه المظاهرات حقيقة لم تكن مثل سابقاتها، ليس خجولة يعني ضد النظام ضد خامنئي، حتى شعار الموت للجمهورية الإسلامية بهذا المضمون ما كان يعني يطرح سابقا بسبب بعض الحساسيات، ولكن الآن بدأت الناس يعني تهتف ضد النظام بكليته بعنوانه باسمه النظام خامنئي الجمهورية الإسلامية. كل هذه الخطوط الحمراء تعداها المتظاهرون. نعم، سنعود إلى مسألة المظاهرات وكيف ستواجه أو تواجه الآن من قبل الشرطة الإيرانية، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى هذه الصور حول إغلاق طريق في جلال آل أحمد في مدينة مشهد الإيرانية. مجبر خامنئي، مجبر خامنئي، مجبر خامنئي. إذن كنا نشاهد هذه الصور من مدينة مشهد. موسى، بداية نريد أن نفهم ترجمة لهذا الشعار المرفوع، ثم مدينة مشهد حجم المظاهرات فيها الآن بعد كل هذه الأيام من بدئها. نعم، الشعار مرق بار خامنئي، يعني الموت لخامنئي. خامنئي هو يشكل رأس الهرم للسلطة ورئيس للدولة العميقة والمسؤول عن كل القمع اللي صار في إيران، يعني من بداية الثورة لليوم هو أحد العناصر المسؤولة عن كل هذا اللي حصل في إيران، من تدهور سياسي، من تدهور اقتصادي، عن جهية خامنئي في القرارات السياسية. فهذا لهذا السبب المتظاهرين يعني يتجهون نحو خامنئي، وعندما يقولون الموت للدكتاتور يعنون به خامنئي، والموت لخامنئي بعد هي يعني شعار أكثر شفافية. أما بالنسبة للمشهد حقيقة هو يعني المثير أنه مشهد مسقط رأس خامنئي، ومشهد يعني كان كل هذه الفترة يعتبر من المدن التي تتحكم بها القوى المتشددة، مثل رئيسي كان في مشهد، خامنئي هو من مشهد، وعلم الهدى الذي يقولون عنه الإيرانيين أنه مشكل دولة مختلفة عن الجمهورية الإسلامية في مشهد. حتى الموسيقيين لما كانوا يروحوا للمشهد المصرح لهم في كل المدن يقنون الموسيقى الإيرانية يعني العادية، كان علم الهدى يمنعهم. فهذه مشهد، لما مشهد بهذه الخصوصية وبهذه الصفات تظهر فيها مظاهرات ضد خامنئي، فهنا تأتي لدينا قراءة عن كل المدن الأخرى التي النظام ليس له مكان هناك. فمشهد مهمة جدا لأن فيها يعني مراكز دينية، فيها الإمام الرضا، وكان خامنئي يحسب عليها ألف حساب. وأخيرا كان خامنئي زار المشهد، ورئيسي من المشهد، وترعرع في المشهد، وعلم الهدى وغيرهم. وعندما تطلق هذه الشعارات في مشهد معناها الحالة في المدن الأخرى أكثر حدة وأكثر يعني تطور ومنحى سياسي ضد النظام. نعم، هذا كان في مشهد. وقبل ذلك، قبل أن نختم هذه المقابلة، الآن إلى هذه الصور مرة أخرى، مظاهرات في المدن الإيرانية من شرفات المنازل في إيران. هذه الشعارات التي ترفع ششم مهر ماه ساعت 8:50 شب، قیور مردان و قیور زنان منطقه چیتگر تهران، شرق پارک چیتگر، از ساختمون‌ها شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی در پاسخ بسیجی‌های خائن منطقه. Thank you.
این راه بن‌بست نداره؟ اتمام جمهوری اسلامی. إذن كنا نشاهد هذه الفيديوهات، نعم. موسى، من إطلاق صيحات، ترديد شعارات من شرفات المنازل، هل هي ظاهرة معتادة بالنسبة للحركة أو التحركات السابقة في إيران؟ نعم، يعني هذه الحركات يعني هي تعبير عن معارضة الشعب الإيراني. هناك تواجد أمني مكثف في الشوارع خاصة في الليل، كما قال المعلق على هذا الفيديو، يقول هي منطقة في طهران والشعارات الموت لخامنئي، الموت للديكتاتور، الموت للبسيجي أو القوى التعبئة التي يستخدمها النظام لقمع المتظاهرين. فهو يقول الناس هنا بسبب القمع يعني هم يصعدون على سطوح بيوتهم ويُنددون بشعارات الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي، الموت لقوى التعبئة اللي هي البسيج يسمونها، الذين يستخدمهم النظام لقمع المتظاهرين. فهذه الظاهرة كانت يعني حتى بأيام الثورة، يعني سنة 1979 كانت الناس يعني يصعدون فوق سطوح بيوتهم ويعطون هتافات ضد النظام، الموت للشاه آنذاك. لكن الآن تغيرت هذه الحالة وانقلبت على خامنئي بصفته هو الدكتاتور الحاكم في إيران. نعم، إذن هي طبيعة المظاهرات الإيرانية الليلية، مسألة الشعارات والصيحات. عندما يكون التواجد الأمني مكثف والقمع شديد بالشارع، الناس يعني يتجهون إلى هذه الحالة من الاحتجاج ومن التعبير عن رأيهم بالوضع الراهن. نعم، على العموم نحن نتحدث الآن حول هذه المظاهرات، أعتقد هناك مقابلة مع رئيس الإيراني في التلفزيون الإيراني الرسمي، بالتأكيد سنتابع كل التطورات، كل التصريحات المتعلقة بالمظاهرات أو غيرها من الملفات. أعتقد بأن الوقت المخصص للمقابلة انتهى. كنت معنا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث، موسى الشريفي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. والأخبار ليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. ميثاق ثوري للجان المقاومة السودانية يقترح إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلامة. سلسلة هجمات صاروخية قامت بها إيران مستهدفة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. ماذا يعني انسحاب الصدر من الحياة السياسية؟ اليوم التيار الصدري أثبت بأنه صاحب مشروع وليس طالب للسلطة. هل انسحاب كتلة الصدرية انسحاب نهائي أم انسحاب تكتيكي؟ هل رجل مثل الصدر إذا تلقى تهديد من طهران ممكن ينسحب بهذه الطريقة؟ المد الصدري منذ ذاك الوقت معروف أنه لا يستكين لا للسلطات ولا للأطراف الخارجية ومنها إيران. هل حسم الديمقراطي الكردستاني قراره فيما يتعلق بالتحالفات في البرلمان؟ المشكلة ليست فقط في البيت الشيعي، المشكلة هي مركبة أيضا في داخل البيت الكردي. تصعيد من قبل مسعود برزاني على أن الإقليم بني بالدم وسيحميه بالدم، هذا التصريح رفع سقف التخوفات كثيرا. إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التصريح عند هذا الحد من التخوف؟ أصبح حسين كامل صاحب الكلمة الأولى في الدولة بعد الرئيس، كيف كان حسين كامل يتعاطى معكم؟ وزير التجارة العراقي الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح الراوي كان يحول الموارد إلى هيئة التصنيع العسكري، مقلص الغذاء، فسمع الرئيس وألغى قرارات اللجنة الاقتصادية وقال لحسين، قال صواريخك ما لها قيمة إذا جاع شعب العراق. معلومات تكشف لأول مرة. هل كان بإمكانك الاعتراض أمام حسين كامل؟ الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد.
إلى التطورات السودانية، فبعد مداولات امتدت لشهور تمكنت اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد مواثيق لجان المقاومة من طرح رؤيتها السياسية التي أطلقت عليها الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. ودعت اللجنة تنسيقية لجان المقاومة التي لم تكن جزءا من صناعة المسودة إلى سرعة تداولها وإبداء رأيها. ونص الميثاق على تأسيس مجلس تشريعي ثوري مؤقت لاستلام السلطة، وأن يقوم بتعيين رئيس وزراء مؤقت ومحافظ للبنك المركزي. ودعا لإلغاء منصب القائد العام للجيش السوداني على أن يتولى رئيس الوزراء المنصب. كما نصت الرؤية السياسية المقترحة على إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاق جبل السلام. وفي غضون ذلك وفي إطار المساعي للخروج من الأزمة السياسية السودانية، دعا فضل الله برما نصر رئيس حزب الأمة السوداني أو القومي عددا من رؤساء الأحزاب للاجتماع غدا لبحث الأزمة وتسريع العملية السياسية الجارية لإنهاء الأزمة. حزب الأمة ما حيطرح مبادرة بالمعنى ده، ولكن في مشروع يقدم للتشاور مع القوة على أساس أنه هو يجمع هذه الآراء المختلفة في مشروع عملي أكثر منه يحدث اختراق للحالة أو ما يعرف بالانسداد السياسي الآن. والحراك اللي داير ده كله الآن ترجموا الحزب في مشروع يطرح في وقت لاحق، ولكن الآن في باب المشاورات بعد تقييم الأداء في المرحلة السابقة. وأداء بيحتاج أنه الناس يتشاوروا مع بعض مع القوى المعنية سواء كان في المجلس المركزي أو القوى السياسية. حزب الأمة دعا كافة القوى، هو غدا الاجتماع ما اليوم إن شاء الله بالمساء، وهو تقريبا لقاء تشاوري أكثر من أنه طرح مبادرة بتحديدا. من الخرطوم ينضم إلينا الفريق السنوسي كوكو الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني. من الخرطوم أيضا العاصمة السودانية ينضم إلينا مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير. كما ينضم إلينا أيضا من العاصمة السودانية أسامة محمد عمر عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من السيد أسامة. سيد أسامة، طرحتم رؤية سياسية قلتم إنها قابلة للتعديل، من تضم ومن هي الجهات التي تواصلتم معها؟ مساء الخير. في البداية الرحمة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ونتمنى عجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين. الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب هو نتيجة مجهود استمر من لجان المقاومة في كافة ولايات السودان المختلفة. بدأت الخرطوم الميثاق في نوفمبر 2021 إلى أن توصلت إلى ميثاق وقعت عليه 15 تنسيقية في مايو 2022. في ذات الوقت الرفاق في ولايات السودان المختلفة طوروا ميثاق بدأ مما يرنو في سلطة الشعب والإعلان السياسي في مدني وميثاق شمال كردفان إلى أن أنتجوا الميثاق الثوري لسلطة الشعب. تم تواصل ما بين الخرطوم والولايات وتم إنتاج المسودة في 20 أغسطس 2022، وبالأمس صدرت الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب في نسخته النهائية. هو مطروح لجماهير الشعب السوداني باعتبار أول وثيقة سودانية منذ الاستغلال تنال حظها من النقاش القاعد الممتد من كسلا إلى الجنينة في غرب دارفور ومن حلفة إلى كادوغلي والدلج. والميثاق مطروح لجماهير الشعب السوداني. كيف؟ لن تتحاوروا مع أحزاب سياسية؟ هل ستشركون الشعب مباشرة؟ تتحدث عن مشاركة شعبية. الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب هو ميثاق ليؤسس لسلطة الشعب باعتبار أنه الدولة السودانية منذ العام 56 هنالك نخب سياسية محددة هي احتكرت القرار السياسي، لكن الآن من خلال هذا الميثاق تعود السلطة إلى الشعب. وفي تفاصيل الميثاق تحديدا سلطة الشعب سيتم
تصعيد، يعني حيتم انتخاب من مستوى الأحياء مرورا للوحدات الإدارية، مرورا للمحليات، مرورا للولايات، إلى أن يتم تكوين مجلس تشريعي الإشراف فقط على لجان المقاومة. لجان المقاومة لا تحتكر العملية السياسية، ولكن من خلال التجربة اللي امتدت من ديسمبر 2018 إلى أن سقط النظام في 11 أبريل وبعد ذلك فترة الحكومة الانتقالية، هنالك أخطاء حاولت لجان المقاومة تتجنبها في إنتاج هذا الميثاق. الميثاق أيضا مطروح للقوى السياسية كما ورد في الأحكام العامة، من حق كل القوى السياسية أن توقع على هذا الميثاق. من هي القوى التي توصلتم؟ اختصار شديد من فضلك سيد أسامة. حاليا لم نتواصل مع أي قوة سياسية باحتواره هو مبذول الميثاق. والأحكام العامة وضحت أن التعديل مكفول لبعض التنسيقيات، ولكن الأحزاب السياسية من حقها أن توقع على هذا الميثاق. سيادة الفريق السنوسي، هل أنتم معنيون بهذا الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب؟ ما تعليقكم حوله أو عليه؟ بسم الله، باسم الوطن، مساء الخير على قناة الحدث ومشاهدي قناة الحدث. أول حاجة يعني مع احترامي لأي كيان سياسي في السودان يطرح مبادرة الآن، معناها في تقدم إيجابي في شكل الانسداد اللي كان غايم في حالة لا تفاوض لا شراكة لا 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 لا. لكن أول حاجة الحديث عن مشروع وطني أو ميثاق وطني منذ الاستغلال إلى الآن يكون ده أول مشروع، في مشروع وطني طلع اللي هو يوم 16 مايو انطلقت دانت مدفع شقد عنان الغابة أعلنت ميلاد الجيش الشعبي والحركة الشعبية، وده أول دستور وطني، مشروع وطني حقيقي من داخل السودان. أما بالنسبة للمسألة بتاعت المبادرة، أول حاجة طبعا لجان المقاومة هو تكوين أفقي، يعني كل الكيانات السياسية الآن الموجودة الأسعى عندها مبادرات. نعم، احترامنا لكل الكيانات، يعني عندك الطيب الجيد عنده مبادرة دخلوا فيها لجان مقاومة، المهنيين عندهم محامين بتاعت المحامين عندهم مبادرة دخلوا فيها لجان المقاومة. نحن في التوافق الوطني عندنا يسموها القوة الوطنية في مبادرة برضو فيها كمية كبيرة من لجان المقاومة. فلجان المقاومة الآن بدوا إنه يكونوا موزعين على الأجسام الكيانات السياسية، لكن أي جزئية منهم طرحت مبادرة نقول إنها مقبولة. نحن الآن المسألة هي ما قلة المبادرات، يعني أي طرح في المبادرات الموجودة، نحن الآن محتاجين لآلية وطنية تجمع كل المبادرات. ولكن سيادة الفريق قبل الحديث عن الآلية، مجلس حكماء من السودان من داخل، دعنا نتحدث عن بعض بنود هذه المبادرة. نعم، إلغاء منصب القائد العام للجيش السوداني على أن يتولى رئيس الوزراء هذا المنصب، إلغاء الوثيقة الدستورية، إلغاء اتفاق جوبا للسلام. أول حاجة أنا زي ما قلت لك مع احترامي لطرح المبادرة، أول حاجة القوات المسلحة دي ما كيان مدني أو مؤسسة أو هيئة داخل الدولة عشان أنت تتصرف فيها. القوات المسلحة دي لها قانونها، لها القانون بتاعها اللي بيحكمها، ولها تدرجها، ولها القانون اللي بيودي بحل المعاش، والقانون اللي بيرتب إنك أنت تكون قائد عام واللي بيودي. فدي مسألة، دي مسألة خاصة بالقوات المسلحة. أما الحاجة الحتة اللي هي مسألة اتفاق جوبا، اتفاق جوبا ده خط أحمر. نحن في السودان إذا عودنا على النقوص عن العهود والمواثيق أصلا، لكن اتفاق جوبا خط أحمر، لأنه في حالة عدم اتفاق جوبا للسلام معناه عكس السلام معناه أنت مربع الحرب. نعم، والإنسان ما عاش الحرب وما شاف الحرب وما ضاق الحرب تماما ممكن يتكلم عن أنه ما داير اتفاقية السلام. اتفاقية السلام حلت جذور المشكلة السودانية. نعم، لكن نحن ممكن نتكلم عن حاجة أهم من كده، إنه ليه ما تم تنفيذ اتفاقية السلام
مش نلغي اتفاقية السلام أو نتكلم عن اتفاقية. دعنا نسمع تعليق السيد أسامة محمد قبل أن ننتقل. اتفاقية السلام حلت جزء. نعم نعم. أعذرني سيد مصباح سأعود إليك أو سأطرح سؤالي عليك الأول، ولكن قبل ذلك نسمع تعليق السيد أسامة. يقول سيادة الفريق السنوسي بأن اتفاق السلام، اتفاق جباليا السلام، هو خط أحمر بالنسبة لهم. هل هو من النقاط القابلة للتعديل في هذه الوثيقة التي طرحت من قبلكم؟ قبل الرد أحب أن أوضح. نعم. الميثاق الثوري تاع صوت الشعب هو ما مبادرة، هو وثيقة تم إنتاجها زي ما أنا وضحت في عملية قاعدية شملت كل أنحاء السودان. الميثاق أيضا لم يتحدث عن إلغاء اتفاق جوبا جزافا يعني، ولكن وضع الآليات المحددة داخل الميثاق، وواضح أن الفريق السنوسي لم يطلع على الميثاق. الميثاق أكد أنه عملية السلام يجب أن تبدأ من داخل المعسكرات. حاليا اتفاق سلام جوبا تم توقيعه منذ عامان منذ الآن، لكن هل حقق اتفاق سلام جوبا سلام على أرض الواقع؟ نعم. يكاد المتابع للأحداث في دارفور يوميا لا تكاد تخلو نشرة أخبار راديو دوبنغا من أحداث اغتيالات، وكنا تابعنا أحداث كرينيك وأحداث كريندينغ الأولى وكريندينغ الثانية وكل المجادر التي تمت في دارفور. فاتفاق سلام جوبا للأسف لم يحقق سلام، وإنما أنتج وظائف للرفاق في الحركات المسلحة، لكن فعليا المواطن في دارفور ما حس بالسلام ولا يوجد سلام. نعم. إذا كان الاتفاق فعليا أنتج سلام لما تم نقضه في الميثاق. وأكبر حركتين حاليا حملات السلاح، حركة الشعبية وقيادة القائد عبد العزيز الحلو، أو حركة تحرير سوان قيادة القائد عبد الواحد محمد نور، هم الطرح المطروح من القائد عبد الواحد يتكلم عن حوار سوداني سوداني، والميثاق يقول إنه يا أخي نحن عشان ننتج سلام لا نمشي لأهلنا في كل المعسكرات، في معسكر كلمة، في معسكر دريش، في معسكر عطاش، ونقيم مؤتمرات للسلام. وأصحاب المصلحة الحقيقية يقولوا السلام ده هم دارين إنه كيف، لكن نحن ما دارين يعني ما دارين سلام مناصب زي ما كان بيعمل عمر البشير يعني. ما نعم. في حاليا هذا فيما يتعلق حوار حول اتفاقيات السلام الدوحة وأنتج مناصب. نعم نعم، ولكن فيما يتعلق بالحوار بشكل عام، هنا أنتقل لسيد مصباح. أعذرني سيد أسامة، دعنا نشك في الحديث. السيد مصباح، أنتم في حزب الأمة القومي تتحدثون عن اجتماع سيجري غدا لبحث الأزمة ولتسريع الحل أو العملية السياسية الجارية. نريد بعض التفاصيل حول هذا الاجتماع. من هي الجهات التي ستشارك في هذا الاجتماع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أختي الكريمة، والتحية لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الحدث. أولا أنا كنت أود أن أعلق على النقاش السابق، ولكن نعم فضلك طالما السؤال جاء. نعم فضلك، بإمكانك التعليق قبل أن تجيب على سؤالي. حزب الأمة القومي. نعم، أريد أن أقول أن لجان المقاومة هي تجربة فريدة وتجربة مهمة جدا في المرحلة الحالية، لها أداء ولها بلاء وعطاء في ثورة ديسمبر المجيدة. نحن نحتفي بها ونعتز بلجان المقاومة، وكونها تجري هذا النقاش الواسع على مستوى قواعدها في كل الولايات لتصل إلى رؤية موحدة، هذا أمر محمود ومقبول بغض النظر عن محتوى هذه الوثيقة التي تعبر عن رؤيتهم. هذا تقدم وتطور مهم جدا، كون لجان المقاومة تتوحد حول رؤية موحدة. هذا يسهل علينا كلنا كقوة مدنية وسياسية أن نتحاور حول هذه الرؤية الموحدة، وأن نصل إلى تفاهمات مشتركة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية مجملا. نعم. أعتقد أن مجرد الخطوة الوصول إلى هذه المرحلة، هذه مرحلة متقدمة نحن نرحب بها، وقطعا سندرس هذه الرؤية وسنتدارسها مع لجان المقاومة، وسنبدي رأينا فيها من ناحية موضوعية بناحية موضوعية. فيما يتعلق بالدعوة التي قدمت من حزب الأمة القومي للقوى السياسية، هي دعوة للتفاكر والتشاور حول مسار العملية السياسية في الوضع الراهن. السودان الآن يمر بمرحلة مفصلية وظروف معقدة ومنحنى خطير يتطلب أن تتداعى كل القوى السياسية لتتحمل مسؤولياتها. نحن على بعد أيام من أن يبلغ هذا الانقلاب سنة كاملة،
وما زلنا كقوة سياسية نتحاور ونتشاور ونطرح المبادرات، وليست هنالك خطوات عملية باتجاه الوصول إلى تفاهمات تنهي هذا الوضع المأزوم وتستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي. ولذلك حزب الأمة بما لديه من مسؤولية وما لديه من علاقات مع كافة أطراف الأزمة السياسية في السودان، ودعا لهذا اللقاء التشاوري ليتدارس الوضع الراهن بصورة مسؤولة وجادة، ويطرح رؤية جديدة تنفيذية، ليست مبادرة جديدة، وإنما كيف نعبر إلى مرحلة إنهاء هذا الانقلاب والتحول المدني، حوار أم خطة حل العملية سيد مصباح، وحوار جديد أم خطة حل نقاش جاهزة. تفاكري. نعم هي خطط حل جاهزة يجب أن نتخذها لنمضي خطوات إلى الأمام. الآن لدينا مبادرات عدة من عدة أطراف، لدينا مبادرة الدستور الموجودة مطروحة للنقاش لم يتم النقاش حولها بصورة جادة من كل الأطراف، لدينا أيضا رؤى مختلفة، إذا كان لحزب الأمة القومي لديه رؤية، الحرية والتغيير لديها رؤية، الآن لجان المقاومة طرحت رؤية، القوى التوافق طرحت رؤية، وعديد القوى السياسية طرحت رؤى. يجب أن نمضي باتجاه أيهما الأقرب إلى تحقيق مطالب الشارع السوداني. كل هذه الرؤى تحكمها مطالب الشارع السوداني والشارع الثوري تحديدا فيما يتعلق بإنهاء الانقلاب أولا، ثم استعادة السلطة المدنية الكاملة، ثم الاتفاق على برنامج حكومة، والانتقال إلى مرحلة المسار المدني الديمقراطي الذي يوصلنا إلى نهاية الفترة الانتقالية بصورة آمنة وسليمة. نعم. وبالتالي اللقاءات المطروحة هي ستكون مبدئيا مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، قدمت لها الدعوة، منتظر أن تكون الاجتماع غدا، وكذلك أيضا القوى السياسية الأخرى بما فيها التوافق حركات الكفاح المسلح وقوى التوافق الوطني، نعم، وحتى الاتحاد الأصل والمؤتمر الشعبي وغيرها من القوى السياسية. وهذه القوى أصلا تم حوار بيننا وبينهم من قبل فيما يتعلق بالوضع الراهن، خاصة الحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان من قوى التوافق. صحيح أننا لم نلتقي قوى التوافق ككتلة، ولكننا التقينا حركات من قوى التوافق الوطني باعتبارها جزء من اتفاقية سلام جوبا، أيضا التقينا من قبل الاتحاد الأصل والمؤتمر الشعبي، وكل هذه القوى متفقة حول الإطار الدستوري الذي طرح، ما عدا هنالك خلافات بسيطة حول بعض النقاط يجب أن نتفق عليها، لأننا الآن في مرحلة تحتاج التعاطي معها بسرعة المطلوبة وبالمسؤولية المطلوبة، وأن نغدر الظرف الذي يعيشه الشعب السوداني من ضائقة معيشية، من وضع أمني متردي في كل بقاع البلاد، من انهيار كامل للوضع في البلاد إن لم يتدارك، ربما نصل إلى مرحلة انهيار الدولة برمتها. نعم سيدة الفريق السنوسي، تعددت المبادرات على ما يبدو، إن كان السيد أسامة منذ قليل يقول أن هذه الوثيقة التي أصدرت من قبلهم ليست مبادرة وإنما وثيقة جاهزة، ولكن في كل الأحوال مبادرات كثيرة في السودان للحل السياسي ودعوات الحوار كذلك كثيرة. هل السودان الآن قريب من حل، من خارطة واضحة للحل، أم يحتاج إلى وساطات أخرى إقليمية أو دولية؟ الآن يعني حقيقة أختي العزيزة الجو مهيأ تماما، مهيأ تماما للإصلاح السياسي. نعم. إذا توفرت الإرادة والأخلاق حقيقة، لأنه نحن مجموعة المبادرات، أول حاجة نحن طبعا ضد الأحادية، يعني انك تجي على اساس انك انت تتبنى قضيه السودان وتحل مشكله السودان بمعزل عن المجموعه، ده كلام طبعا مرفوض تماما. لكن نحن بنخترع، نعم، ومن خلال منبر الحدث الان تكوين آلية وطنيه او مجلس حكماء يجمع كل المبادرات وممكن يسيغ كلها في مبادره واحده تطلع بالبلد دي من الوحده السياسيه الموجوده فيها، مساله في غايه البساطه، بس نحن تتوفر عندنا الأخلاق وتتوفر عندنا الإرادة. ولكن هذا المقترح يشبه في إنه نحن يشبه ما يدعو له حزب الأمة، ألا تتفق معي سيادة الفريق بأن الحديث عن جمع المبادرة ويشبه ما تحدث عن حزب الأمة؟ والله حزب أنا أي كيان من الكيانات السياسية، حزب الأمة لأن احترامنا له كحزب كبير عريق،
أما يعني الطرح حتى إذا كان يعني حزب الأمة داير يجمع كل ألوان الطيف السياسي على مسافة واحدة حيلقى القبول طبعا أكيد من كل الكيانات السياسية، من التوافق الوطني للمركزي لوين للجان المقاومة. أنا يعني وارجع لك في جزئية صغيرة، لجان المقاومة يعني نحن قلنا يعني نحن من أكثر يعني الناس المؤيدين للجان المقاومة وكده يعني ليه؟ لأنه هم كيان ثوري حراك حقيقي، لكن الاختراقات اللي حصلت في لجان المقاومة بالأجندة السياسية هي الغتحول هناك. فأنا بتكلم عن إنه مسألة مساس باتفاق جوبا مش بيرجعون في المعسكرات، ده اتفاق تم ممهور بشهادة دولية براعي بضامن دولي، ما دي اتفاقية كاملة دولية، يعني أي مساس بها معناه ده مساس بمسألة السلام. وإذا كان تتكلم يعني عن عبد العزيز الحلو ولا عن عبد الواحد نور، هذه ما مزايدات، حركات كفاح مسلح، ونحن بندعوهم طبعا باستمرار في أقرب فرصة في أنه يلحقوا بركب السلام. نعم. السلام المؤسس على عدالة وعلى منطقية وعلى واقع، لكن المسألة بتاعت حزب الأمة على أساس أنه إذا كان دعا، لكن نحن فوق الكلام ده كله حزب الأمة أيوة، لأنه هو جزء حيكون جزء برضه من الكيانات السياسية، عشان كده بنحتاج لآلية سودانية بعيدة عن المكون السياسي، مستغلة أو مجلس حكمة. عندك جامعات السودان تحظى بالأساتذة ما شاء الله والدكاترة والعلماء، في أنه ممكن يقعدوا يسيغون كل المبادرات دي في مبادرة واحدة تطلعنا لوضع ديمقراطي مدني مستدام وتحقق ما تم من اتفاقيات، خصوصا اتفاقية السلام. يعني أنا ما أقدر أتكلم عن الجزء، لكن لو طرح هذه الاتفاقية طرحت على الشعب السوداني وعرف بنوده وعرف مالها وعليها، أي واحد في الشعب السوداني حيستمسك باتفاقية السلام. أول حاجة اتفاقية السلام الآن يعني هي للهامش وهي للظلام وللمظلومين ولمناطق الحرب. تعال نعود للسيد مصباح في هذه النقطة. المسائل دي مسائل كبيرة يعني. نعم سيادة الفريق، دعني أعود للسيد مصباح في هذه النقطة. مسألة اتفاقية السلام هذا مختلف حولها بين لجان المقاومة أو ما كان يتحدث عنه السيد أسامة وبين ما يتحدث عنها التوافق أو قوى الحرية والتغيير شق التوافق بضرورة إبقاء على اتفاق السلام بأنه خط أحمر. أنتم في قوى الحرية والتغيير المركزي كيف تنظرون لهذه النقطة؟ أولا اتفاقية السلام مجهود كبير ومقدر، نحن في حزب الأمة القومية رحبنا باتفاقية السلام وحددنا البنود التي نتفق معها، وقلنا أن اتفاقية السلام بها ثقوب وفيها عيوب تحتاج إلى معالجة، وبالتالي مدرسة الخطوط الحمراء وتمترس خلف إنه يا هذا أو الطوفان غير مجدية. لابد اتفاقية السلام فيها مشاكل، عملت يعني أزمات في الشرق، عملت أزمات في اقتدعت مسارات ليس لها أي مكان من الحلول التي تلامس قضايا الوطن وقضايا الشعب السوداني، وخلقت أزمات. هذه مسألة لا تحتاج إلى لكن مع ذلك أن الاتفاقية خطوة إيجابية باتجاه تحقيق السلام الشامل الكامل الذي نتطلع إليه، ويجب أن تفتح فيما بعد أن نصل إلى مرحلة السلطة المدنية، أن تفتح للذين لم يوقعوا عليها ليبدي رأيهم وليدخلوا مطالبهم، وأن تكون هذه الاتفاقية شاملة لكل الحركات المسلحة التي تحمل السلاح، وأن تستوعب مطالب جديدة لبعض الأطراف. نحن تعلمون أن هنالك أزمة في الشرق بسبب اتفاقية السلام، وهنالك أيضا رفض لقضية المسارات في الشمال وفي الوسط وفي غيرها. هذه من ثقوب وعيوب اتفاقية السلام، ليس عيبا أن تفتح للنقاش، ولكن نعتقد أنها اتفاقية جيدة وبها مكاسب، يجب أن نحافظ عليها وأن نعالج ما فيها من خلل إذا توافقت أطرافها وكل مكونات الشعب السوداني على أن تفتح للنقاش. لا ينبغي أن تتمترس أطراف عملية السلام حول موقف موحد أن الاتفاقية هي بقرة مقدسة لا يمكن أن نلمسها. أعود هنا إلى السيد أسامة.
من لجان المقاومة. أنتم طرحتم هذا الوثاق، الميثاق الفوري لتأسيس سلطة الشعب، وسيادة الفريق السنوسي كان أشار إلى نقطة لافتة بأن لجان المقاومة توزعت على الكثير من المبادرات. هل فعلا هذه الوثيقة الجديدة التي تتحدثون عنها تشمل كل لجان المقاومة؟ لجان المقاومة، قبل الرد على سؤالك لدي بعض التعليق على ما ذكره سيادة الفريق السنوسي. نعم. بالنسبة لقيادة الجيش، الجيوش في كل دول العالم هي مهمتها محددة. الجيوش هي تحفظ الدستور، تحمي حدود البلاد. من الأشياء التي تحدث عنها الميثاق بصورة واضحة أنه يجب إبعاد الجيش عن العملية السياسية، باعتبار أنه الجيش ما مهمته يحكم. دي من الحاجات، حتى لما لجان المقاومة تكلمت أنه لا تفاوض، لا شراكة، لا مساواة، ولا شراكة مع المؤسسة العسكرية، باعتبار أنه كما ذكرت في بداية حديثي أنه تعلمنا من التجربة تحت السنتين. خلال السنتين كان في الوثيقة الدستورية اللي توقعت في أغسطس 2019 شاركت القوى العسكرية، ولكن بكل بساطة خلال السنتين نحن شفنا أنه على الأقل خلال السنتين لم تستطع وزارة المالية أن تضع يدها على المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالجيش، تحديدا القطاع المدني. القطاع العسكري حاجة خاصة بالجيش، بالجيوش، وما في زول بيتدخل فيها، لكن كل القطاع المدني. سيد أسامة، بالنسبة باختصار شديد، بنعم أم لا؟ التأسيسية سيد أسامة، عذرني الوقت المخصص المقابلة انتهى، بنعم أو لا هذا الميثاق يشمل كل لجان المقاومة، نعم أم لا؟ هذا الميثاق يشمل لجان المقاومة في كل ولاية السودان، كما ذكرت، من كسلة إلى جنينة ومن حلفة إلى كادوغلي. شكرا جزيلا لكم من الخرطوم. كنت معنا أسامة محمد عمر، عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق، كما كان معنا من الخرطوم الفريق السنوسي كوكور، ناطق رسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني، وكان معنا من الخرطوم العاصمة السودانية مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير. شكرا جزيلا لكم جميعا. وإلى تطورات اللبناني الآن، حيث دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد. تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون التي امتدت إلى 6 سنوات، تنتهي مع نهاية هذا الشهر دون توافق بين الأحزاب السياسية على مرشح في سيناريو يذكر بالفترة التي سبقت تولي عون للرئاسة، حيث شهد لبنان شغور المنصب لأكثر من 2.5 عام، ومن المرجح أن تنتهي الجلسة بإرجائها في ظل غياب التوافق على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسية. ومن بيروت ينضم إلينا النائب السابق عن كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني العميد وهبي قتيشة. سيادة العميد، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. جلسة برلمانية ستعقد غدا لانتخاب رئيس الجمهورية، بداية ما المتوقع؟ هل ستصل الجلسة للنصاب المطلوب؟ هل سينتخب رئيس؟ ستبحث هذه المسألة جديا غدا؟ طبعا قد لا يكون هناك رئيس جمهورية غدا، إنما بعد شهر من الاستحقاق الدستوري وتواصل الكتل داخليا وتواصل بين بعضها البعض والبحث عن مرشحين، انتقل الرئيس بري إلى العمل التنفيذي، أي تعيين جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. غدا كل كتلة قد تطرح مرشحها، إنما هل هناك اتفاق على مرشح ليحظى بالأغلبية؟ لا أعتقد بذلك. أعتقد بأن غدا سيكون بداية تواصل تنفيذي لمعرفة هوية رئيس الجمهورية في المستقبل، ولكن لن يصدر عنها رئيس جمهورية غدا. هل بلور القوات اللبنانية موقفا من هوية رئيس الجمهورية مع كل الأسماء المطروحة، ولم يكن أحد قدم ترشيحه رسميا إلى غاية الآن؟ طبعا القوات اللبنانية وكل كتلة من الكتل عندها مرشحيها، ولكن هذه الأسماء هي سرية للغاية، لا يمكن فضح الأسماء قبل الاتفاق على مرشح للمعارضة، كل المعارضة للسير به وإنجاحه لاحقا. إنما إذا
طرحت هذه الكتل هذه الأسماء فسوف تحترق قبل الوصول إلى المجلس النيابي. لذلك لدى كل كتلة أسماء، إنما لم يتم البحث بعد بين هذه الكتل خاصة المعارضة للاتفاق على اسم واحد. سمير جعجع مرشح؟ سمير جعجع مرشح طبيعي، وأعتقد بأنه هو الأحق والأفضل في تولي رئاسة الجمهورية، أولا لأنه سيادي بامتياز مصلح وغير فاسد، ويريد إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية وإلى الأسرة الدولية، ونزعه من وانتشاله من محور الممانعة الذي أوصل لبنان إلى هذا الحضيض. طبعا هو مرشح طبيعي، إنما إذا لم يتوافق المعارضة عليه فللبحث صلة. نعم، إن لم يترشح جعجع، ما الشخصية التوافقية الأخرى التي ستبحثون طرحها أو دعمها مع قوة المعارضة الأخرى بالتأكيد؟ طبعا الأسماء لا تزال سرية، ولا يمكن البوح بالأسماء على الشاشات أو بالوسائل الإعلام، لأن هذه أمور سرية لا يمكن الإفصاح عنها قبل الاتفاق على مرشح واحد. نعم، ولكن على الأقل كموقف مبدئي نعلم بأن البرلمان اللبناني يمكنه أن ينتخب شخصيات أساسا لم تترشح، وعادة في البيئة السياسية اللبنانية قادة الجيش هم مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية. ستدعمون قائد الجيش؟ لا 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 يمكن القول بأننا ندعم أي شخص معين. نعم، قبل الاتفاق على المرشح واحد. طبعا الأسماء المطروحة كلها ذات كفاءة في مستويات للكفاءة، إنما برأينا نحن الأفضل الذي يمكنه إنقاذ لبنان هو الدكتور جعجع، إنما يجب التوافق عليه من قبل المعارضة. إنما بقية الأسماء لا يمكن البحث بأي اسم حاليا أو إعطاء رأي بأي اسم، لأن ذلك لا يصب في خانة إنجاح عملية رئيس الجمهورية. نعم، في حالة انعقاد جلسة البرلمان غدا لانتخاب الرئيس، يحتاج المترشح لغالبية أكثرية الثلثين، هذا وفق المادة 49 من الدستور اللبناني. هل سيكون الانتخاب سلسا غدا أو حتى في الجلسات المقبلة، أم سيذهب لبنان لسيناريو مشابه لانتخاب ميشيل عون بعد نحو سنتين من رحيل ميشيل سليمان؟ أولا الانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى يجب أن يحصل المرشح على ثلثين الأصوات 86. نعم، إنما إذا لم يحصل على 86 يعاد الانتخاب وينجح بنصف زائد واحد 65. أي 65. نعم، طبعا طبعا المنظومة الحاكمة لا تريد اليوم انتخاب رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأنها لا يمكنها أن تصنع رئيس جمهورية تابع للممانعة، لذلك هي تفضل ألا يحصل الانتخاب، وأن تكون هناك تتحكم بعد ذهاب العماد عون تحكم الجمهورية بانتظار فرصة سانحة لاحقا. لذلك أنا أعتقد بأن حزب الله والتيار الوطني الحر لا يريدون إنجاح عملية الانتخاب لا غدا ولا خلال الشهر المقبل. نعم، أذكر فقط بأن سيناريو ميشيل عون وميشيل سليمان كان في 2014، وبعد رحيل ميشيل سليمان ولم ينتخب الرئيس ميشيل عون إلا في 2016. في كل الأحوال كنت معنا العميد وهبي قطيشة، النائب السابق عن كتلة القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، شكرا جزيلا لك. إذن الرئيس الإيراني مثل ما ذكرنا هو في مقابلة الآن مع التلفزيون الإيراني، يقول: أعلنت سابقا أنني أتابع شخصيا قضية وفاة مهسا أميني. كذلك في تصريحاته يعتبر مقتل مهسا أميني مؤامرة حيكت ضد إيران لوقف تقدمها. الكثير من التصريحات بالتأكيد التي تحتاج إلى متابعة في موعدنا الإخباري المقبلة. السلام عليكم.